ماذا لو تعرضت إحدى قواعد القوة الجوية العراقية لخطر التهديد؟ لا بد للقوات الأمنية أن تتدخل. أبطال الرد السريع جاهزون لهذه المهمة. أبطال الرد السريع وهم يتقدمون نحو الأهداف لمعالجة هذا الخرق المفترض. هذه هي فعالية وثبة الأسد التي تنفذ بين القوة الجوية العراقية وأبطال الرد السريع في قاعدة الأسد الجوية. بتوجيه من السيد رئيس أركان الجيش المحترم تم تنفيذ تمرين وثبة الأسد حسب نشرة التدريب الصادر ل 2020 بتعاون قيادة القوة الجوية وقوات الرد السريع. مثل ما شفتوا اليوم ما شاء الله من التمرين كان نتائجها كلش عالية. الدروس المستوخاة من عنده هو القيادة والسيطرة والاتصالات، التنسيق العالي بين القطاعات والصنوف الموجودة في المعركة، رفع جاهزية القدرة القتالية للمقاتلين المهنية مالتهم، فتؤدي إلى قلة الخسائر بالمعركة. يعني الحمد لله اليوم أقول هذا التمرين هو طبعا ضمن الخطة بعام 2020 اللي مشتركة بين القوة الجوية وأبطال الرد السريع. اليوم مهم أنه عملية التنسيق بين القطاعات واندماجها، رغم أنه بعمليات التحرير الحمد لله أعتقد أنه كانت تنسيق جدا عالي بين كل قطعاتنا وبكل صنوفنا. تبقى انه وزارة الداخلية والدفاع هي السور والسند الحصين الى بلدنا. اليوم ابطالنا وابطال الداخلية الرد السريع وزارة الدفاع مثل بالقوة الجوية عملوا كفريق واحد، انجحوا هذا المهمة والتمرين وكانت بشكل جدا جيد. مشكور السيد قائد القوة الجوية رئيس أركان الجيش المحترم لكل الضباط المنتسبين اللي ساعدوا وأنجحوا هذا التمرين. مثل هكذا تمارين تعطي للمقاتل الثقة التامة والقوة للرد في أي موقع في أي مكان، وإن يكون جاهز للقتال حال نزوله أو ترجله من عجلة النقل أو الطائرة أو أي وسيلة أخرى. فإحنا نتمنى أن نشوف مثل هذه التمارين وإحنا حاضرين وجاهزين قوة جوية دائما بالتعاون مع أي قوة موجودة عراقية لغرض إنجاز مثل هكذا تمارين، وإن شاء الله التوفيق من الله. يعني هذا هو مجرد اليوم تمرين حسب المذكرة، قاعدة الأسد إن شاء الله محمية وفيها أسود مثل ما ذكر سابقا. الحمد لله والشكر، هذا الأسود الموجودين من فوج حراسة وحماية الثاني في قاعدة الأسد، مثل ما نقول احنا مكفين ومخفين، بس لازم ناخذ بنظر الاعتبار
الحالات الحرجة اللي تحدث واللي تحصل أثناء تنفيذ الواجبات. كان التمرين مثل ما لاحظتوا أنه نقل قطاعات من بغداد من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية إلى قاعدة الأسد الجوية، بعد أن تعرضت قاعدة الأسد الجوية إلى تهديد من قبل العصابات الإرهابية. تم نقل القطاعات وإنزالها في قاعدة الأسد الجوية وانفتاحها والقضاء على التهديد الإرهابي. وثق لكم إعلام وزارة الدفاع بالصوت والصورة عملية وثبة الأسد لتحرير قاعدة الأسد الجوية. رافقكم في هذه الجولة سلام الربيعي، إعلام وزارة الدفاع.